هدي المصطفى تسحروا فإن في السحور بركة، وهو ما أثبته العلم بالحجة والدليل. سنة أبو القصيبات ثلاثة ونص ربعة غير ما نعود نرقدو نعود نترمف نكونوا مرات كامل تحسي روحك تقيلة ما يتو منحبش منحبش عقدك. لا أنا ما نصحرش في عمره. عنده حسنات لينوض للسحور عنده حسنات. نظرا لأهميتها الكبيرة أجمع الشرع والطب على أهمية وجبة السحور، خاصة مع تزامن شهر صيام هذه السنة مع فصل الصيف. ما ينصح به هو تأخير السحور مع مراعاة الدقة في اختيار المأكولات التي يجب تناولها. إن في السحور بركة، يعني بركة السحور فيه بمعنى الإنسان عندما يتسحر هذا السحور فيه بركة، وأنه يساعد على أداء صومه في النهار كامل. هذا الشيء. الشيء الثاني وهو أن السحور يصل بك إلى صلاة الفجر. ما ينصح به أخصائيو التغذية على مائدة السحور هي السكرية البطيئة والأطعمة الغنية بالألياف مع الإكثار من السوائل. رمضان وبالخصوص في فترة السحور لازمني السوائل، لازم الماء، لازم الماء، ولازمني نحصل على نسبة من البروتينات، نسبة من المعادن، وهذه الأحسن ما راح تكون على طريق مثلا الحليب البن. هي نصائح من بين أخرى وافق فيها العلم الحكمة من سنة السحور حتى يتحقق المراد من عبادة الصوم وهو الحفاظ على صحة المسلم.